الله تعالى وبركاته. معكم قناة لوفت عبد الحميد أيوب، تحطوا حاله في مدينة القنيطرة وبالضبط عند البطل محمد فوزي، ونخليه الأخ عبد الحميد هو اللي يقدم لنا البطل. أولا السلام عليكم، كيفاشكم متابعي قناة لوفت عبد الحميد أيوب؟ وكيف رأيكم تشاهدوا معنا اليوم كنتواجد على البطل بدون منازع داخل مدينة القنيطرة مع العصبة الشرق والعصبة المشحرقة جميعا. البطل اللي غني عن التعريف والقسم عن الصوتي، نخليه يتكلم يعرفنا. السلام عليكم الاخوان، اهلا بكم معنا في الفيديو. معكم فوزي محمد في مدينه القنيطره، والحمد لله اتولى معنا شهر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان جميعا، مرحبا بالاخ ايوب اخ حميد عندنا في مدينه القنيطره. واليوم ان شاء الله جبناهم زياره عند البطل الكبير بطل مدينه القنيطره الاخ محمد فوزي. والاخ محمد فوزي راه غني عن التعريف تبارك الله، عده القاب لا في العصبة ولا في الاتحادات ولا في مختلف الجمعيات. فنولعكم الاخوان في اهم الانجازات لهذا الموسم. وهناك الاخ فوزي تكلم لنا على انت بديتي الولاعه اش من سنه بديتي تمارس السباقات؟ السباقات بديت نمارس 2006، اول سباقات بديت نمارسها وهي بويجين كانت عندي قبل 2006. حصلتي على شي نتائج العام ديال الفلول؟ الحمد لله اول سباق ضرب فيه الفلولين. بالنسبة لسلالة العشام انت على الاخ محمد فوزي، السلالة اللي بديتي بها أول مرة. ويا شنو السلالة اللي بدينا بها أول مرة كما كيعرفوا الجميع بقيت 2004 بدينا 2005 كنا تنبداو بنا من الفور. الفور الحمد لله الفور ولا عطاني النتائج، عطاني النتائج وحد الآن باقي لاين ديال الركب المقديم واللي باقي نتبع فيه حاليا. تبارك الله كنا سمعنا على واحد الكوب اللي عندك اللي تبارك الله مشهور، عطى عده القاب داخل عصبة غرب وعصبة اتحادات قنيطرة داخل عصب كثيرة تبارك الله، واحد الكوب اللي عطى القاب كبيرة بزاف، بغيناك تعرفوا لنا الكوب. الكوب لا هي الأميرة والتسونامي، يعني التعريف التسونامي في الأب ديالو الأم ديالو ماروك، ولكن تيتحادرو من البورت هما البورت، والأميرة تا هي الأب ديالها 99 فوق، راه غني عن التعريف، عطى النتائج عندنا زوز. سمارة عطى النتائج كاع الموالي عند فوزان عطى النتائج، والأم ديالها فورا حلا 2002 الشهية طاحت أنا في قنيطرة تبارك الله. السلالة عطاتني النتائج من 100 حتى 1000، يعني فاش نقولوا 100 حتى 1000 بروميرات أسبيجو بروميرات وفي الفو كذلك، يعني حمام تضرب من 100 حتى 1000. بزاف الناس اللي ما كاينش حمام تضرب من 100 حتى 1000، وأنا الحمد لله كاين أدلة. أنا نبدا الحمام أسبيجو بروميير أسبيجو دوزيام في بروميير في فيتاس وبروميير في دوميفو وبروميير في الفور وبرومير سمارت ولا صاعد العصبة نفس السلالة. تبارك الله الاخ فوزي، بالنسبه للالقاب ما سهلش باش تحصل عليهم، بغينا نعرف واش كاين شي سر، كاين شي خدمه شي مقابله بالنسبه للحميماش؟ ويا اش نقول لك، انا ما بالنسبه لي ما كاينش شي سر في الولاعه. الولاعه هي قابل التفراح ديال الكونتر يعطي فرح الشامبوري يطلع مزيان، قابل البداله اهم حاجه بالنسبه لي انا هي البداله، الا قابلت البداله غنجح، ما قابلتش البداله ما تنساش النتيجه. انا جانا تجربه ماشي عندي، ما تنقولش شي حاجه قالوها لي الناس، شي حاجه جربتها انا. انا فاش نعطي شي حاجه شي معلومه شي انسان والا كنت جربتها فيا عاد تنهضر عليها، ما عنديش فكره عليها ونتاكد منها ما نهضرش عليها مع انه نناقش مع الناس. قابل البداله والانسان يتفكر، الا ما لعبش راه ما عندوش فكره، تيقلب الحلم ويهني راسو. بغينا نتعرفوا على اهم الانجازات ديال الاخ محمد فوزي اللي بين الايدي ديالي. تبارك الله برومي على اتحاد قنيطرة، برومي دوزيام في نفس الطلقة، تبارك الله برومي في اتحاد اتحاد كامل اخوان اسبيجو مغرسان، برومي اسبيجو اتحاد كبير تبارك الله، راه كاين اكثر من 20 برومي هنايا بزاف. تبارك الله مشرف المسافة في انجازات لعند الاخ محمد فوزي اللي كيبصم في جميع الجمعيات بداخل مدينة قنيطرة، وبرومي دوزيام يعني ما ساهلش باش تحصل على برومي دوزيام على صعيد قنيطره كامل، 4 ديال الجمعيات او 5 الجمعيات، وتقريبا اللي شاهدنا هنا ازيد من 30 بروميير، وكاين بروميرات على صعيد اتحادات ديال الغرب والاتحاد الكبير، يعني انجازات اللي تقريبا هائله هائله بزاف، يعني صعيب باش تحصل على الانجازات كامله. كيف ما تلاحظوا معنا الاخ صلاح شي قدم لكم الانجازات. الاخوان اللي تشكير راه الاخ محمد مشى تسخر وخلاني غير انا اللي كنجمع، انا داكشي اللي قدرني عليه الله راني هزيته. الزيت غير الريصه اللهم بارك. الاخوان عده القاب تبارك الله لا تحصى في مختلف الجمعيات وفي مختلف الاوساط ما شاء الله. هذيك راه بلوميير، هذه شوف هذه بلوميير
هنا درت بروميير في عصبة الغرب في عصبة الشوية سمار. يعني كنلاحظوا كيلعب من 100 حتى ل 900 يعني من البدايه حتى النهايه ديال المباراه ودار بروميانات دوزيامات كاطريامات على صعيد اتحادات والعصب والمسابقات الوطنيين حتى هما كيشارك فيهم كيتكلاصا من الخمسه الاوائل دائما وماشي غير بحمامه وحده يعني جوج حمامات ثلاثه يعني هادشي راه ما كيجيش من فراغ كاينه خدمه كاينه راسه يعني الاخوان ماشي بالسهل باش تجي وتبصم واحد الاعوام اللي متابعه يعني كل عام ما كاينش العام اللي كيدوز بغا كيخرج بخاوي يعني من 2006 تقريبا حتى 2020 اللي لعبنا هذا العام دائما البريات دائما حاضر مع الاوائل في العصب كاملين وفي اتحادات ديال الاتحاد الكبير والاتحادات اللي هنا في داخل الغرب. تبارك الله الاخ محمد فوزي صراحه تولى على الكلمات داك الشيء بالمستوى من الطراز العالي وداك الشيء على قد الحال ما كايناش شي وحنا شي سجلنا لي بروفيسيونيل ولكن الراسه كتحكم وكتبين ان راه كاينه الراسه تقريبا الاخوان دابا لي احسن مولوع هنايا في مدينه القنيطره بالحكم ديالي على ان البريات ما ساهلينش حيت كيبصم وسط اربعه او خمسه ديال الجمعيات في كل عام دائما كل طلقه كتلقاه باصم على صعيد قنيطره كامله وهذا الشيء راه ما كيجيش من فراغ وتولع مع الاخ ايوب بعد الشوارع. عندك راه بروميير في اتحاد كبير تقول مين بروميير دوزيام هادو جوج خوت ولا طاجين هادو راه هما ديال الاتحاد الكبير احسن حمام راه هما اتحاد كونيبيرا فيتاس دومي فورا بروميير طويل هنا بروميير بكره هاي على ساعه جمعيه عموره اول حمامات في قنيطره بروميير تاع قنيطره دونك كلاس 16 في الاتحاد هنا بروميير هنا كلاسيس بروميير في سماره هاي بروميير هاي في اتحاد قنيطره راه هما ثلاثه جمعيات دوزيام كلاسيس بروميير دوزيام دخلوا جوج حمامات خوت هذه معروفه وفي الاتحاد ها هي سانكيام كاطريام جوج خوت هما نيت جوج خوت تبارك اتحاد كبير ديس بروميير اسبيجو عامين الحمد لله وزيد الناس اللي الله بغات تبدا الولاعه باش كتنصحهم الناس اللي بغا تقتني سلالات وبغا تلعب تقصر من عام تضرب بريات ودخل صحاب باش كتنصحهم بالنسبه للمواليد اللي باغي يبدا اول حاجه يبغي يدخل الحمام يشوف ناس اللي ثقه اللي غيدخل عندهم الحمام ومن الاحسن انا بالنسبه لي النصيحه نعطيها للناس يجتمع الناس تعرفو واحد الانسان تتعرفو يكون على يقين تعرف السلال ديالو فاش غنمشي نطلع عنده انا عارف ديك المولوع باش يربح يعني غنمشي وغنشري السلال اللي تدرب عنده يعني ما قدرتش نشري البطار غنشري خو البطار غيعطي ولكن خصنا نفهموا هذه النقطه ديال البطار ماشي ديال الطلقه شحال المولوع تيمشي تيدير فيتو بطار دار الطلقه انا تنضر الباطال تيضرب و تيعاود هو خوتو هذيك السوله اللي غندخل فاش نشوف حمامه تضرب هي وخوتها غنمشي نشري خوتها ما نخافش منهم ولكن واحد حمامه ضربت وخوتها كلهم تلفوا راه ما نشري هذيك لا هو لا خوتو لا مو لا بوه هذا هو المشكل اللي تيطرى الناس تيشري خوت بطاله ديال الطلقه وخوتها كاملين تلفوا ولا مثلا يعني السوله ما تزولش 100% السوله اللي تورت مثلا كوبلا غنفرخ منها انا اربعه تعطيني اربعه طلقات ولا ثلاث طلقات هذيك السوله اللي جيتي تاخذتي منها شربوع راه 90% غيعطيك ما نشريش انا كوبلا تعطيك واحد من ستة شنابر بطال هادي نقطة الأولى النقطة الثانية الإنسان يفرخ يقابل التفراخ مزيان والبدالة ما نهضرش على البدالة البدالة مابقاش يسطرني يسطرني على الحمام ماشي تجي بدالة يبقى يعطينا ميلونج عيان يداوي يعطي الحمام ما تكونش عنده الخوشة ما تكونش عنده وأنا متأكد بنادم يطلع الريش مزيان ويسين النتيجة وإذا ما كانش النتيجة أنا ندير مع بنادم اللي بغى بإذن الله تكون النتيجة حيت في الكورس الإنسان تيوصل الكورس يبغي يقابل راه عمر الحمام يطلع لك عمري وصل من البيضه عمري وصل حتى غتوصل لواحد النيفو ما بقالك والو الكومب عطات نوض تريني راه ما يمكنش تطلع النيفو ديال اذا النيفو تيطلع في الشنبو تطلع النيفو ديالو وتتكملو في البداله وان شاء الله باذن الله ديال النصيحه نعطي للمواليد كيف ما سمعتوا الاخوان يعني لخص لكم الهوايه ديالو على سنين عديده يعني عطاكم جاكم من الاخر كما تنقولوا يعني الانسان الا بغى يبصم من عامه الاول يقتني السلالات اللي حاضره وحاضره بقوه على صعيد عصاب ولا اتحاد ماشي غير كيضرب في جمعيه ولا كيضرب طلقه وطلقه شي اكبر يعني مولوع اللي حاضر وحاضر وكنشكر الاخ فوزي على هذه النصيحه وكنبغي نوجه للناس المتبعين على بلوفت ايضا عبد الحميد كل التحيات والشكر لهم على الاسئله والكومنتات اللي دعمونا بهم ودائما ان شاء الله غادي نكونوا مع بطل اخر وفي مدينه اخرى ان شاء الله وكنشكر متبعي انا بلوفت عبد الحميد نخلي واحد الكلمه اخيره للاخ صالح الاخوان كنشكروا الاخ فوزي على هذه المعلومات
وكنشكرو كذلك على حسن الضيافة، وشكرا لقناة أخ أيوب والأخ الحميد اللي كقربوا المواليح كل ما هو بعيد. كلمة أخيرة من عند الأخ فوزي. نشكروك أخي أيوب على الزيارة، ونشكر الأخ الحميد الصديق ديالنا، وخويا صلاح مرحبا به معنا ديما معايا، ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. نتمنى تيسير كاع المواليح، وإن شاء الله راه عندنا السنة الجاية تلقى العيون. نتمنى ربي يسخر لنا وجميع المسلمين. وتحنا بدورنا كنشكروك الاخ محمد فوزي على الضيافه، كنشكروك على حسن الاستقبال. الله يسخرها ان شاء الله.